ونشوف عبث من بين السلقان يا جمهور، عبث يا عبث تخطف هذا اللقب، عبث من بين السلقان يا جمهور. شوفوا السلوقي رقم 9 مثل ما قلت لكم، ترشيحات قوية فلسلقي عبث. عبث يا عبث اضربي بالاربع وقولي لهم باي باي، انا عبث والمركز الاول جاي جاي يا عبث. اعبثي في هذا المضمار، اعبثي في هذا اللقب، اخطفي لقب السيارة، السيارة يا عبث من فريق الحاشر وباقي السلقان. نشوف السلوقي رقم 4 اللي هو احتراز مالك ناصر المفتاح، ولكن عبث يا جمهور بالشباحة السوداء رقم 9 راح تخطف هذا اللقب، هذا الشوط، هذه البطولة، بطولة مهرجان قطر الدولي للصقور والصيد 2023. اضربي بالاربع وقولي باي باي، انا عبث والمركز الاول باذن الله جاي جاي. هذه عبث والفريق الحاشر، ما دام عبث موجوده في الميدان لا احد يتهاون بهذه عبث، عبث وبقوه المركز الاول بطل مهرجان مرمي. ونشوف السلوكي رقم 4 في المركز الثاني والسلوكي رقم 2 في المركز الثالث. ألف 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 مبروك لفريق الحاشر في المركز الأول. تستاهل يا أبو عبد الرحمن. Yes, sure. This is number 1 and number 3.